أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. في كل حلقة من بيت العيلة بنستضيف أسرة مصرية، بنتعرف على أفرادها، بنشاركهم أفكارهم، وبنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. الحوار ممتد، المجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتشارك في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. ضيوف حلقتنا لهذا الأسبوع هم أفراد عائلة الفنان التشكيلي المعروف نبيل الحلواجي. الدكتور نبيل الحلواجي هو أستاذ قسم الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية بداياته لفتت أعماله الفنية سواء كانت ديكورات مسرحية أو لوحات، لفتت أنظار النقاد ومتابعي مجال الفن التشكيلي حتى ذاع صيته دوليا مع غزارة إنتاج وقد كان أهمها جائزة الدولة للإبداع من الأكاديمية المصرية بروما، جائزة فولغوغراد الأولى بروسيا، جائزة بوردو الأولى بفرنسا، وغيرها الكثير من الجوائز والتكريمات. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية في بيت العيله مع حلقه جديده، اسره جديده. معانا النهارده بيسعدنا ان احنا نستضيف اسره الدكتور نبيل الحلواجي. دكتور نبيل الحلواجي عضو هيئه التدريس باكاديميه الفنون، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. أهلا بيسعدنا استضافتك، بيسعدنا ايضا استضافه الولاد والاسره الجميله شادي، وعلى فكره هو فنان. اهلا بحضرتك. اهلا يا شادي. وآلاء، اهلا بيك يا آلاء. تقدموا نفسكم يمكن احسن مني، يعني انا عارفه ان انت مغني وعارفه ان انت بتدرس في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه. قدم نفسك اكتر بقى. ايش، انا شاب زي اي حد، طموح، بحلم، بغني عشان اقول اللي جوايا، عباره في ورقه وقلم، ما بلاقيش فرصه احسن من كده اطلع بيها اللي جوايا. نفسي اكون حاجه، اكون ناجح جدا، احقق اللي انا عايز احققه، اشوف ايه الغلط اللي ممكن اصلحه واصلحه، مع ان حتى لو فوق قدرتي، بس احاول ان انا اوصل للهدف مش اكتر. الفن، انا عارفه ان الفن انت مغني، كله في الفن. عارفه ان انت حتى ليك لقب اكس شادي. اكس شادي، انا طبعا هعرف منك لسه سبب اللقب ده، الاسم ده. بس عايز اسالك سؤال الاول. يعني انا فهمت منك ان انت الفن بتاخده طريقه، لان اهداف الفن مختلفه. في بياخدوه احتراف ومصدر رزق، في علشان يسجلوا رد فعلهم من المواقف الحياة ومن احاسيسهم وردود افعالهم المختلفة. انت فهمت من كلامك ان انت ميال لكده جدا. انت الفن مش احتراف قوي على قد ما هو تعبير عن شادي واسلوب حياة. بالنسبة لي اسلوب حياة، وفي نفس الوقت الحاجة الوحيدة اللي بقدر ان انا اعبر بيها عن اللي جوايا. دي اكتر حاجة متخليني مبسوط وانا بغني او انا بكتب. أي. او انا بسمع، انا بعمل اي حاجه ليها علاقه بالفن او بالغنى بالرسم، بس في الغنى والمزيكا اكتر بكتير. يمكن من صغري فضلت اسمع 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 لحد ما لقيت نفسي بكتب شويه شويه، بقيت بغني راب. انت الموضوع كان صعب. بتغني راب ولا الموضوع كان صعب شويه بالنسبه لي في الاول، بس مع الوقت طبعا. وطبعا بتمنى ان انا اكون حاجه، اكون يعني
مش عارف هو طموحك بعيد فوق جدا فوق اي جدا حد جدا فوقك، جدا دي جدا. حاجه جميله على فكره. نفسي مفيش ودن ما تسمحنيش، نفسي ان شاء الله ان شاء الله. وآلاء على فكره مش بعيد عن الفن. آلاء بقى قدمي نفسك اكتر برضو. انت في ثانويه عامه مش كده؟ عملتي ايه في الامتحانات؟ لا الحمد ثانويه عامه لله. السنه دي كانت يعني مختلفه عن اي سنه. لا الحمد لله، يعني انا عملت اللي عليا وسايبه بقى التوفيق من عند ربنا ان شاء الله. وعارفه ان انت بالاضافه للدراسه العاديه عارفه ان عندك كمان امتحان قدرات بكره، هنعرف برضو التفاصيل بعد كده. وعارفه ان انت في الفن بقى، ايه علاقتك بالفن؟ يعني انا بحب الموسيقى، بعزف على الجيتار، وبرضو عندي كمانجه بس لسه هتعلم عليها. بس انا بحب المسرح جدا، اشتركت فيه بس ما يعني ربنا ما وفقنيش ان انا امثل عليه، بس ان شاء الله بقى قدام يعني ممكن اشترك فيه وكده عشان انا بحب المسرح. عموما شيء طبيعي جدا ان احنا نلاقي ولاد كده لما نعرف ان والدهم هو الدكتور نبيل الحلواجي، درس ديكور، حضرتك خريج قسم ديكور من المسرح اكاديميه الفنون. نعم. حضرتك بتدرس طبعا في الاكاديميه، حضرتك مهرجانات عالميه ومهرجانات طبعا في مصر دوليه وجوائز، الحمد لله، فنان تشكيلي. فطبيعي ان الولاد وارثين. بس قبل ما ندخل في كل اللي انا قلته ده ولسه التفاصيل اكتر كمان، عايزه اعرف وده سؤال تقليدي على فكره ببدا بيه الحلقه النهارده. اختلفت على فكره الحلقه النهارده لان الولاد جذبوني يعني. نعم. فبدات بيهم. ايه ازاي الاسره بقى دي، بقى البدايه جت ازاي، اتكونت ازاي، والبدايه كانت ايه؟ اولا انا بحيي حضرتك تمام، وبدعو لمصر بالخير وان شاء الله بخير طول ما هي فيها شباب زي ولادي، وطول ما فيها امهات زي امهم مراتي، وانا بحييها لعدم حضورها لانها في سفر يعني. لولاها ما كانش عصب البيت استقر، ولولاها ما كانش الجرعه اللي هم عايشينها استمرت. فانا بحييها زي ما بيقولوا ايه، الغائب الحاضر يعني. انا عارف ان في قصه بتقول لي طبعا قصه تنفع فيلم، تنفع بتقول فيلم. لي هحكيها لحضرتك على طريقه التقابل بقى، ولا ان انتوا ازاي اتقابلتوا، ولا على ايه؟ يعني انا مؤمن دائما بان الاسم والنصيب قدر وقياس انسان يعني. فيمكن الشادي والاء يعرفوا جزء من الحكايه. الحكايه ببساطه ان انا ايام ما كنت معيد، فمتعود على ان انا اروح اشتري كتب من مكتبه معينه. فمن عادة ما يشوفني المدير يبتسم، نقول جمله ظريفه الكلام ده، ففوجئت ان فيه انسه حاطه دماغها على المكتب كده. ومش من عادة ان انا اشوف واحده موظفه زميله ليهم يعني في المكتب. ايوه. فلقيته بيشاور بايده كده يعني، نتكلم بصوت شويه، فعملت له كده، قال لي زميلتنا الجديده. قلت له اوكي. فصحيت كده فبصيت لها يعني وابتسمت. هو عايزك تتكلم بصوت واطي علشان هي نايمه؟ لا، ولا عشان لا ايه؟ هي لسه جايه مستلمه الشغل. نفس اليوم. ايوه. تاني يوم ومرهقه وخلاص ماشيه. ايوه. خلاص؟ فهم بيلموا اغراضهم عشان ماشيين، كان الساعه خلاص 2 يعني في ميعاد ده. فهو قال لي بس وطي صوتك يعني، الظاهر انها تعبانه يعني. فقلت لها ليه خير؟ قالت ان باباها في المستشفى. قلت لها طب اوكي شكرا. خلاص وخلص الموقف. انا متعود بقال معين ان انا اشتري منه. في بقال معين شغل العزبجيه بقى ده. ايوه. بقال معين اسمه عم وهيب ان انا اشتري منه. فالمهم فرحت اشتري اغراضي وحاجاتي من عند عم وهيب، لقيت الانسه واقفه قدام السوبر ماركت وفي واحد بيحاول يعكسها. لا ده القدر بيجمعكم بقى، ده موضوع هي من الصدفة نص بقى. ساعه هي من نص ساعه كانت لسه تعرف اسمي. من نص ساعه فقط لسه تعرف اسمي وانا اعرف اسمها. فهي اما نادت بالاسم، اذا اللي بيعاكس ده وانا التفت، اذا احنا نعرف بعض، فلازم يبلغ فرار، لازم يهرب. فقلت لها لا. هو قدم خطوات كده قيمه 30 خطوه. فقلت لها ممكن نعمل حاجه ظريفه جدا، دائما نستخدم اسلوب لا يتعود عليه الغبي، انك تشل التوقع. فضحكت. تخيل بقى هو يمشي، احنا اللي نمشي ورا احنا الاثنين. المفترض انا اخدها واركبها تاكسي وهي تمشي وتجروا وتبعدوا عن المشكله. انا كل ما اشوفه ماشي يمين احنا اللي نمشي وراه.
هي بقى طبعا صابتها كريست الضحك، انا عاوز اغير السيستم. فروحنا قدام استوديو الاهرام شعر العظيم. انت لقيتها فرصه بقى ان انت تمشي معاها؟ لا القدر، لا لا القدر يصنع، لا 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 القدر. وبعدين الحاجه الثانيه، اما ساعات بتبقى متغاظه، فالسواد الاعظم من الناس بيستخدموا اسلوب بيعتقدوا انه ناجح، لان هم لم لا يدركوا تفكير الاخرين. يعني في واحد يفكر على اساس ان هو هنا امتلك حقيقه التفكير الكامله، وهو ما يعرفش ان البعض ممكن يفكر بطريقه معاكسه تعمل له خلل في ترتيباته الذهنيه. انتوا ما تعرفوش بقى ان الدكتور نبيل الحلواجي دكتوراه فلسفه. يعني فكل حاجه عنده في الحياه لازم يكون ليها اي حاجه في الحياه لها دافع، لازم ليها دافع، لازم يسال ليه. طبعا وهي دي الدكتوراه بتاعتك يعني. لا انا واخد، انا واخد الدكتوراه في المفاهيم الجديده للابعاد المكانيه والزمنيه في القرن الثاني من القرن العشرين. عشان كده احنا لما بنشوف احداث على التلفزيون بنرصدها برصد تاني، ابقى بنشوف اراء بتتوجه تجاه موضوع قد يكون لنا راي تاني. ايوه اللي ما يعرفش متفائل، اللي يعرف غايه التشاؤم. من المعرفه اهم كبير. بس ده اثر عموما في شخصيتك. ده لازم. انت لا. كل حاجه ليك نظره مختلفه فيها، وكل حاجه لازم يبقى وراها سبب ومعنى، ومش شرط المعنى العادي. والد الله يرحمه اول درس علمه للناس ده يتامل. اول درس اتعلمته من ابويا الله يرحمه ان انا ازاي اتامل. لدرجه هو في مره من المرات شافني بيسال واحد تحت كده، شفت شنبيل؟ فشاور له كده، فالان عامل خميله فوق شجره التوت. ايوه وانا في ثانويه عامه كنت بذاكر فوق شجره التوت، وقد اكون وصلت ان انا عارف عدد التوت اللي استوى كام، عددهم كام. وكنت اقعد اراقب الجميز والهاموش طالع منه. نرجع للحكايه الاولانيه، شارع الهرم، شاورت التاكسي وفهمت التاكسي ان الاستاذ اللي ماشي ورانا ده او اللي جنبنا ده بيعكس المدام، فقال لي سيبهولي. فالتاني سبق التاكسي عشان يوقفه، فسواق التاكسي بيعمل بقى شهم وبيساعدني كراجل حينما كان ابن الناس لسه يعني كان جرأة يدعنها. انا ما قلتهاش لان احنا ممكن نملى ايام ما كان في انسان خلاص، وايام ما كان في ابن بلد، وايام ما كان في ذوق، وايام كانت الشخصيه المصريه ما زالت لم تهتز نوعا ما. فالراجل العجوز حاول ان هو يطير الولد الظريف ده على الرصيف. فقلت له احكي لي الحكايه كلها. فقالت لي هو حكت حكايه صغيره، فطلع هو ابن الشارع بتاعها. فقلت لها لا احكي لي كذا كذا. فروحت كاتب لها جواب ورقه كده لوالدها ان حصل 1 2 3 4 5 6 7 10 عشان هو الولد ده ما يروح يعك يبقى ابوها عنده الخبر. ايوه طيب انا كده خدت فكره يعني على الطريقه غير تقليديه. دخلت لباباها بقى بالجواب ده. لا باباها عايزة... كان في مستشفى الحميات. فوصل له الجواب، قال لهم انا عاوز الراجل ده النهارده. حس ان ده راجل يؤتمن بقى، يقدر يأتمن عليه بقى. فهو اصر ان العشاء عنده. يا عم علي، قال العشاء عنده. يا عم علي ايه العشاء عنده؟ يعني هنا الاب هو اللي حس ان ده راجل انا مش عايز اخسره، وانا بشتري راجل. وبدا الموضوع يتطور. فقعدنا نتعشى، فبنقول يلا سموا، فبدانا نسمع عشان ناكل، كان في فراخ، يلا سموا عشان ناكل. فلقينا احنا الثلاثه بنقول الفاتحه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسمعها قرانا الفاتحه كلها، وانا بقول له خير مبروك، واخويا بيقول له مبروك، وعم عم علي بيقول له مبروك. عم علي خد اجازه علشان خطوبه بنته. توفى الله. ده يعني ما حضرش اي حاجه غير احنا قرينا الفاتحه، لبست الشبكه. توفى الله. بس هو مطمن. نقول هو مطمن. فقال لي حتى وصيتي على العيال تروحها كده. طيب ده كل ده البدايه، يعني البدايه كانت طويله والتعارف. لكن نقول انه اكيد هو مطمن. هقول لك السبب. هو في حاجه صغيره. الناس دول شالوني شيل من بعد ما كتبت الكتاب على طول. الناس دول شالوني شيل الى هذا اليوم. انا مهما سديت من جمايل مش هقدر. دي حاجه جميله قوي ان الواحد يبقى ده حقيقة. ده حقيقة. قيم قيم الواحد مفتقدها دلوقتي. حق الفعل. ايوه. طيب زي ما قلت بقى في نقط كتير نتكلم فيها. مش عارفه ابدا بالفن التشكيلي. زي ما تحب. يعني كنا لسه بنتكلم قبل التسجيل بقول الفن التشكيلي بقى عند الشعب المصري ثقافه انه يحضر معرض، انه يشجع فن زي الفن التشكيلي. احنا عندنا الفن عند معظم الشعب
الممثل، التمثيل، نعم، والدراما التلفزيونية، نعم، السينما، نعم. يعني حكاية ان احنا نحضر معرض ونشجع الفن التشكيلي وان هو يكون تاخده كمصدر رزق، دي حاجة متهيألي عايزة تفكير ووقفة. اوكي. ولا الموضوع ده اتغير؟ هقول لحضرتك على حاجة. حينما صنف القرن 21 في العالم، شئنا ام ابينا، شئنا ام ابينا، صنف القرن 21 انه قرن الفن العلمي. الفن العلمي كل شيء النهارده بدأ العلم يخش في عصبه، بدأ يغير من المفاهيم، بقينا في لغة الصورة. زمان كانت الصورة بتاعت جدك اللي محطوطة على الحيطة وعليها شريطة كده اهي ذكريات. النهارده لا، النهارده كل معطياتنا على النت، على الحياة، على التلفزيون، هي لغة صورة. أنا حتى من 3-4 أيام كنت قاعد بفكر كده في فكرة غريبة، بقول يا هل ترى من ساعة النت ما اتعمل لغاية النهارده البشرية أنتجت كام مليار صورة؟ الفن التشكيلي اللي احنا بنسميه بلاستيك أرت، الشعب المصري بطبيعته ميال إلى الحس الفني. يوم ما أنت بتقعدي البيوت الحد الأدنى من البيوت اللي هي بتحاول تنظف بيتها ليلة العيد، هو بيصنع بيئة جميلة حتى يحس إن هو بيعيد. إذن هنا الجمال مرتبط بالفرح. أما أجي نتكلم على الفن التشكيلي واللي حضرتك اتكلمت عن التمثيل وكذا، في فنون اوريجينال وفي فنون وسائط. الفنون الحقيقية اللي اتذكرت علميا ورصدا وتاريخا ومفاهيما وبكل المسميات هي الفنون اللي تبدأ عند المبدع وتنتهي عند المبدع. الفنان التشكيلي اللوحة تبدأ عنده وتنتهي عنده. يعني ده فن أصلي، ده فن أوريجينال، فن أصلي. في فرق بين الأصالة والتطويع. ده هنا في الديفينيشن او في المسمى بتاع الفن التشكيلي. ما انا لسه هوصل للنقطه. لكن نقطه بقى ان الشعب يتجاوب ده اللي انا عاوز اوصل، ده اللي انا عاوز اوصل لها. طول عمره على فكره حتى قبل تطور التكنولوجيا وهو الفنون، نوعيه الفنون اللي هي الراقيه قوي الاوريجينال حضرتك بتسميها، نعم، اوريجينال، عنده مشكله معاها. ما انا اقول لحضرتك، فيه فنون تعتمد على الوسيط، الممثل وسيط بين المبدع المؤلف النص وما بين أدوات العرض، المغني هو الوسيط ما بين الشاعر وما بين الموسيقي. يعني في فنون، في فنان ان بتوين، وفي فن يبدأ عندك وينتهي عندك. دي الفنون الخالصة، عشان كده يتسمى الثلاث أشياء، يا أبلاية أرض، يا فنون تطبيقية، يا فاين أرض، يا فنون جميلة. ده مهم جدا. طيب أنا ما أكون عندي الفنون الجميلة للشكل، أما أكون الفنون التطبيقية لتحقيق الوظيفة، طب وبعدين؟ احنا مشكلتنا النهارده ان الكوبي بيست، المستنسخات، بدات الناس تتعامل، بعض يتعامل معها على اساس انها اصول. زي بالظبط سرقه البوستات، لما واحد يسرق بوست وما يذكرش اسم الكاتب بتاعه. ايوه. النهارده بقت فكره التيك اواي، ان هو النهارده يقول لك اغنيه مهرجانات. هي ما اسمهاش اغنيه مهرجانات. هي اسمها اغنيه الدوشه والازعاج والضجيج، بحيث انت عارفين الفرح الشعبي اما تجيبي 3 مطربين يغنوا والعروسه والعريس والمعازيم لا يعنيهم مين بيغني ولا بيقول ايه. هي فكره الزيطه. ايوه. النهارده اصبحت الزيطه البعض يحاول ان يقننها فن، اقول له لا استوب، دي اسمها زيطه. ما لا فن. الفن انك تاتي بشيء لم يكن موجودا قبل. الفن انك تاتيني بجديد لم يكن موجودا من قبل. حتى وانا برسم شجره، الشجره من وجهه نظري انا، ما هي موجوده في الطبيعه، بقى في خلط في المفاهيم ولغط. لا، وفي حاجه كمان، في بعض المسميات بتعجب بعض الناس فيدرجوا مهنهم تحتيها، ودي مش عاوزه تتفسر كتير. منهم الدانس، بس دانس طبعا، الرقص يعني طبعا. الله، كلمه فنان اجمل من فناخدها زي مصطلح سينوغرافيا. واحد يعني انا وانا ساعات بحكم، انا كنت مثلا السنه اللي فاتت عضو المهرجان القومي للمسرح في مصر. فالهواه الراجل كاتب سينوغرافيا واخراج، هو انت هتعرف ما هي اخراج اساسا عشان تكتب سينوغرافيا؟ في مصطلحات منطوقها حلو فناس بتجي وراها. طيب انا عايزه اجي بقى لشادي، علشان سبتكم كتير، والاء انت واخد طريق مختلف عن بابا. انت بقى يعني بابا اختار الطريق الصعب قوي،
اللي هو محتاجين ان احنا نغير مفاهيم شعب بحاله علشان يتجاوب مع نوعية الفنون اللي هو اختار ان هو يحترف فيها. انت بقى لا، انت موضوع مختلف. بس في حاجة صغيرة. اتفضل. انا بفكر اصلا اغير مجالي التدريس عموما وادرس فن برضو، واغير مجالي هو زود فن ان شاء الله. يعني بفكر اقدم مع فنون مسرحية برضو. قسم ديكور. تمام. واخدها دراسة بتفكر شغل. لكن لسه لا، السنة دي ان شاء الله. السنة دي ده قرار يعني. ان شاء الله في الاختبارات اللي جايه اكون انا واحد من اللي قدموا في المعهد ان شاء الله. طب ايه سبب بقى تسميتك باكس شادي؟ لا، هو ده مسمى واحد سماني بيه، لانه دايما اصحابي والناس اللي بتحبني وتحب تقعد معايا كانت بتحاول ان هي تلاقيني ومش بتلاقيني، يعني مش موجود. يعني انت على طول اكس، يعني انت السابق، الحاجه اللي مش موجوده، مش موجود. يعني اللي كانت هنا واختفت يعني. لسه ما بقتش. ان شاء الله لما ابقى اكون شادي. ليه فلسفته؟ شادي الحراري. طيب قول لي بقى، يعني عايز اسمعك بتغني راب، بتغني ازاي؟ اختار لي اغنيه، سايبه لك الحريه، انت اختار وغني. والله هو الراب القاء جميل بالنسبه لي. تمام. هو ممكن اقول حاجه دلوقتي من غير مزيكا كده؟ اتفضل. ممكن اقول انا مش مفقود، انا موجود جوه بلدي، جوايا كيان امان وكتير غيري، مش انا لوحدي. على مر الزمان انسان بيحاول يعدي التحدي، حياة الجد ويعمل جهد وعايش متفائل بيغني، طموحه سر كسر اليأس بكل مزايا الصح وبس، بلاش بالعكس، الشمس تشوفها من غير لمس، انت مش بتلعب انت بتتعب للمستقبل، دور هتلاقي الامل، ولو فشلت في التخطيط يبقى خططت للفشل، بلاش تكون عيشتك هلاك، ابني نفسك ونفسك تكون شرياك، مش هتلاقي حواليك هتلاقي جواك، كيانك وعمق الذكاء، بذاتك طريق امتلاك، ولو خسرت فداك ارمي اي شيء وراك، عيون كتير حواليك شغلاك. خليك دايما انسان متحضر، حب التفكير وكون متطور، حاسب تقلب الايه وتكون عنيف متهور، عافر سافر وغامر من غير تفكير سلبي، ما تكونش همجي وتقلب هندي، كبرها وهتعدي، نصيحه ليك ما تكونش سلبي. ده جزء صغير ده من انت اللي اغنيه كتبه؟ كلامي، كلمتي. اغنيه اسمها مع ابن الوطن، شاركني فيها ملحن اسمه جمال الزيات. ايوه. وموزع موسيقي محمد طعيمه. أيوة. ان شاء الله في عمل تاني جايه كتير. هنسمع لسه. بس الاء، انا عارفه ان شادي اكبر منك بست سنين، كنت بتقولي لي وانا بقول لك طب بقى بيحاول يعمل، يعني الاخ لما يبقى اكبر وكمان في فرق سنين كتير، ممكن تبقى العلاقه هنا مش ظريفه قوي بينه وبين اخته. ست سنين بس. ست سنين. لكن انت قلتي لا، ده صاحبي. العلاقه ظريفه جدا بجد. واصحاب. واصحاب جدا. جدا. يعني انت ممكن تيجي تحكي لشادي اي حاجه، مفيش اي حدود بينكم؟ دايما باجي احكي له على اي حاجه عاوز احكي له فيها، يعني مش بتردد يعني خالص، مش عامله فرق سن خالص بيننا. ايوه. وانا كمان برضو. انت برضو. نفس الشيء. اصلا انا مش هدور على صاحب وهو موجود جنبي. الله. طبعا. طيب بالنسبه لامتحان القدرات اللي عندك بكره، بالنسبه ان انت برضو فنانه، هنا الاب ايه تاثيره بقى؟ يعني وكانه يعني انا بابا دايما يقول لكم حتى قبل التسجيل كلموا براحتكم جدا. فمنتهى الصدق كده وبصراحه، التاثير دايما للاب لما يكون فنان ومالك ادواته قوي وليه فلسفه قوي زي الدكتور نبيل، ممكن ده يفيد الولاد وممكن لا بالعكس. انت هنا في على طول عايزه ترضيه، ف ممكن يكون ضغط عليكي او عليك، فهنا ايه بقى؟ لا انا بستفيد منه، يعني لما بكون عايز اعمل اي حاجه مش بعرف اخد ساعات قرار لوحدي قوي، فممكن استشيره هو اول حد في البيت بما ان هو عنده الخبره كلها. يعني حتى لما فكرت اخد كورس فنون جميله سالته هو الاول، قال لي خديه وجربي مش هتخسري حاجه. بدات اروح، ممكن ما اكونش فهمت حاجه من الكورس قد ما فهمت اللي هو ادهوني في البيت. أي. ومرني على حاجات معينه وكده اللي هي الاساسيات اللي انا اشتغل عليها بس، يعني فاستفدت كتير بالنسبه لك يا شادي. انا برضه لما اجي اقدم في المعهد برضه هكون بابا اللي مرني في البيت تمارين يوميا، مهما كانت صعبه هو بيبسطها لي جدا. ايوه. انا عمري ما هلاقي ده بره، ولو ما كنتش ابن الدكتور نبيل عمري ما كنت هدخل الاكاديميه ومش هكون فنان. اما انا بقيت فنان عشان ابن الله. بابا دكتور نبيل. عموما الكلام الحلو ده ما اتقالش في الدكتور نبيل بس من ولاده، اتقال من شخصيات تانية يعني معروفة جدا مشهورة، اللي بجد لما يمدحوا في حد تعتبر شهادتهم يعني حاجة تعتز بيها، يعني الحمد او لله. اي فنان يعتز بيه. الحمد لله. زي مين يعني؟ انا عارفة ان
هم كتير الحمد لله، لكن أنا ساعات بذكر اللي سجل بالقلم. اللي سجل بالقلم يعني هقول لحضرتك حاجة قبلا، أنا ما شفتش أب في الدنيا بيشوف ابنه يقوم يقف. كان والد الله يرحمه، بقول له أنت ليه بتقف؟ يقول هو العلم مطلوب يتوقف له. الكلمة دي قلبت كياني وغيرت مفاهيمي. دي الجملة دي ذكرتها في مرة من المرات لواحد شبهه اللي هو الفنان العالمي الجميل الأستاذ جمال أفق. أيوه. مرة وأنا عامل معرض فكتب فيا كلمة، هذه الكلمة غيرت كتير قوي من مفاهيمي، يعني أنا كنت أتمنى إنها تبقى الكلمة موجودة عشان أقرأها. لكن ما معناها إيه؟ يعني فاكرها أكيد أحيانا أنت حفظتها يعني. أحيانا لما بتذكري كلمات كتبت ممكن تكون انت بتتكلم عن نفسك يعني، ولا حتى فحواها ببساطه ان انا عندي القدره على ان احول المتخيل الى ملموس، وان التعامل مع نبيل حلواجي بحر لا ينضب، وناهيك عن قدراته التنفيذيه، وناهيك عن مظهره الشكلي اللي هو نبيل حلواجي شخص بسيط شكلا لكن ليس بسيطا في على مستوى التفكير. انا كاني بتكلم عن نفسي لكن انا بقول ما كتب في الورق. تمام. فشهاده من فنان جمال قطب اكيد دي كانت واقفه بالنسبه لك يعني، كانت لفته. كانت لفته. في فرق وقت بالنسبه لي، في فرق بين الوقفه واللفته. الوقفه ان انا عيد فيها صياغه ما كنت افكر فيه، اللفته ان انا بقول لك برافو. هو يمكن هقول لحضرتك احنا لو ما لقيناش حد يدعمنا ويطبطب علينا حتى لو كنا بنخطئ مش هنتقدم. الحاجة التانية اللي أثر فيا الله يرحمه، كان مشرف على الدكتوراه بتاعتي الله يرحمه الدكتور صابر عبد العزيز، في مرة من المرات بقول له أنا وصلت لسر عظيم جدا جدا جدا، سر معماري طبعا، انا بتهيألي ان انا وصلت السر المعماري. فقال لي ده شيل المعلومتين الثلاثه اللي انت كاتبهم في هامش احد الصفحات وما تفتحش على نفسك فتحه. طبعا انا لا ادرك مقصده. انت عارف الباحث نهم يعتقد ان هو عاوز يكتب البحر كله. فلما فتحت مجله اسمها وكان في مقاله لاحد الاساتذه الكبار اليابانيين في علم العماره، فأنا قريت فلقيت تأكيد على الجملة اللي أنا قريتها في كتاب اسمه التطور في الفنون لتوماس مونرو. الثلاث سطور اللي كاتبهم توماس مونرو والثلاث سطور أو السطرين اللي لقيتهم في مجلة الرجل المقالة الياباني ومقالة تانية ومقالة رابعة وكتب في الأيديولوجيا وكتب في كذا وكذا. هنا بتقارن كمان مجموعة نظريات طبعا 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 وصل لي يقين في سطرين ثلاثة أن ما كنت أقصده حقيقة هو حقيقة، وإن كانت وجهة نظر الدكتور صبري أن أنا أبعد هؤلاء السطرين من الهامش لأن هم حساسين نوعا ما. طبعا أنا لا أفسر أنا أتحدث عن ماذا، هي حاجة لا ما احنا لازم نفهم إيه السطرين اللي عليه كل الكلام ده، بس لا أنا هخليهم بعد العمليات التشويقية دي هخليهم بعد الفاصل. هنطلع فاصل مع بعض. الرسم فن جميل الصراحه يعني، احب فن الرسم وبحب اتفرج، لكن ما اكذبش عليك انا مش هقول لك مش مهتمه لا، بس انا لو جه قدامي حاجه زي كده مهتمه، لانه طبعا اكيد بيخلي الاحساس احلى، بيخليك بتعبر عن اللي جواك. انا ما اعرفش فنانين رسامين بالظبط باسامي يعني، بس لا انا شايف لسه في مازال ناس بتقبل على فن الرسم، وانا عن نفسي انا بحب الرسم. الانترنت والبيجز والحاجات دي كلها خلاص ما بقتش بتخلي الناس تقبل قوي على المعارض وكده، ولكن في ناس برضو لغايه دلوقتي مهتمه
بس طبعا العدد قل كتير جدا عن زمان. اذا كان ليا ابن فانا لو عنده الهوايه ديت لازم انميها فيه ولازم اكبرها فيه. ابني لو انا لقيت عنده موهبه الرسم انا طبعا لازم انميها له، لان طبعا بيبقى فيها متعه. اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه، ونرجع بقى للسطرين اللي عليهم كل الكلام ده. كانوا عن ايه الموضوع يعني يا ريس؟ هو كان اولا هدفي ان انا قبل ان احكم على الاشياء لابد ان يكون عندي الادوات الخاصه ان انا اقدر احكم بيها. يعني السطرين كانوا عن العماره الحديثه، او بمعنى اصح المعمار التجاري. الفرق بين ان تهدم مبنى وانك تهدمه قصدا وانك تهدمه بعمليه ما. بتتكلم على احداث 11 سبتمبر يعني بالزبط. والبرجين بالزبط. برجين التجاره بالظبط. فكل ما كتب عن فلسفه العماره الخاصه بكذا طلعت الجمله البسيطه جدا ان الاجيال المعماريه لهذه الاشكال هي 30 عاما، ولما رصدت التاريخ لقيته 30 سنه الا 4 شهور او 6 شهور. فاتأكدت لنظرية توماس مونرو، وتأكدت لرأي الرجل الياباني، وتأكدت لأشياء كثيرة جدا. ده كلام كبير طبعا. يعني احنا بنحاول هنا نلخص مجموعة قراءات ليك كثيرة جدا، وكتب ونظريات ومعنى وراء المعنى طبعا. لسبب لما يكون عندنا موضوع ما تسألش أهل الموضوع، اسأل الدوائر الداعمة للموضوع تصل الى نتائج. طب قول لي، انا شايفه ان كله يعني اذا كنت بتكلم عن الدكتور نبيل حلواجي فانا بتكلم على تاثير دراسته للديكور على نعم. الفن التشكيلي على دكتوراه الفلسفه نعم. بتاعتك نعم. كله هنا عامل المزيج او الشخصيه اللي انا نعم. شايفاه، وكله مأثر في بعضه. لازم لما انا اعرف ان ليك اعمال دراميه كتيره جدا، انت اللي عملت الديكور ليها، ليك مسرحيات ايضا الحمد لله، اعمال مسرحيه. هنا الفن التشكيلي برضو بيأثر؟ هقول يعني لحضرتك، ربنا خلق الكون عبارة عن كتلة تشكيلية، واحنا احنا عناصر جواها. الشمس في القرآن الكريم، يعني اما بنشوف حركة الكواكب، اما نشوف مثلا النظرية العلمية ان احنا بنقول ان هم في فلك يسبحون، هو هذا هم على فكرة الشمس تجري والكواكب من خلفها، بس هو جاري كده بنفس حركة ايدي، ما هوش الجاري ده يعني هي لا تتوقف. قانون الحياة بأشكاله لا يتوقف. كل ما يكون حياتنا هو لغة تشكيلية. لبسك اللي انت جاي بيه الاستوديو حضرتك هو لغة تشكيلية. التاتش اللي اتحط على الطاولة ده وفي شوية بنفسجي هو عبارة عن كسر للعين ومغازلة ما للعين. الزاوية اللي احنا بنتصور بيها على لهذا البرنامج هي زوايا متقطعة بدراسة وبحسابات، وزوايا ضوء، كمية ضوء، توزيع ضوء، قرب ضوء، طبعا هنا مفيش لون، كل ده علشان في الآخر خالص الإنسان يظهر بفورم. كل ما نعيشه في الحياة هو فورم. الموبايل اللي حضرتك بتشتريه في حياتك ده اللي بعد ما تصنع الأوبشن أو السوفت وير والهارد وير شكلي طبعا راح لنحات. العربية اللي احنا بنركبها الفورم ده اللي عامله واحد نحات. القميص اللي احنا لابسينه في الشارع اللي عامله مصمم. يعني انت بترجع حاجات كتير جدا اصلها للفن التشكيلي او شكل الكون. تشكيل شكل الكون على هيئه ماديه ملموسه. الله سبحانه وتعالى حينما ابدع الكون ونزل القران الكريم عنده كتابين، القران الكريم كتاب نهتدي به وكتاب موازي الا وهو الكون. الكون تكوينه تشكيلي، كتله البحر مع كتله الميه مع الزرع مع الشجرة مع الأفق مع الرأس مع حركتنا، كل ده الفن التشكيلي هو محاكي لما خلق الله تماما، لغة وشكلا ولونا وإيقاعا ملمسا وإحساسا وإدراكا وتفصيلا وتفاعلا. علشان كده الشخص اللي ما يتأملش لابد أن يتعلم أن يتأمل حتى يزيد إيمانه. كلما تأملت
صعدت بالإيمان. هنا انتقلنا لنقطة تانية، لأنه التشكيل الإيمان مرتبط بالتأمل. التشكيل طبعاً، والتشكيل التأمل في إيه؟ في تشكيل الكون. الكون ده تشكيل كل شيء حواليك وأولها الكون، كل ما هو مر. يعني أنا ليه بحب أشوف الشمس الغروب مع أنها شيء محزن؟ عشان أقول سبحان الله فعلاً من قلبي، هو يوم يعني أجمل بزوغ الشمس ولا غروبها. احنا بنرى في الشجن جزء من الجمال زي لحظة الغروب، مع ان المفترض ان احنا نحتفي بشروق الشمس، ما نحتفيش بغروب الشمس. طب على ذكر شروق الشمس وغروب الشمس، وان الانسان بيميل للشجن اكتر عشان كده يحب الغروب، ايه اجمل لوحاتك، اشهر لوحاتك من وجهة نظرك، وبعدين اخدها من وجهة نظر الولاد رأيك؟ اجملهم واحد في مرة دخل على صفحتي كتب جملة ضحكتني، قال لي إذا كانت دي مرسومة ربنا ينتقم منك، والله العظيم، وإذا كان دي حقيقة سبحان الله. وقفت عند التعليق ده، يعني ضحكت، وهي كانت عبارة عن وجه امرأة متكون من ظلال الشمس واللوحة موجودة. إيه هو إن إما يكون هذا الرسم زي الناس الغريبة اللي بعدين يبحثوا عن ما يشبه كلمة الله موجودة في السحاب، هو أنت بتستبعد خالق الكون وقاعد تبحث عن أنه بيكتب اسمه؟ شايفة إيه دي؟ نوع من أنواع التسطيح ولا لغو والجهل ولا لغو. هذا لغو. أن حينما تتغاضى عن أنك ترى كل هذا الكون ومن خلقه وقاعد تبحث عن اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في شكل نبات في شكل أو خيارة أو طمطماية أو ده اسمه لغو، وعلى فكرة ده مقصود، يعني جزء من هذا اللغو. اقول لحضرتك فهذه اللوحه كانت عباره عن هذا يعني. ايوه حتى مقارنه بهذا اللغو، حاجه كنت كاتبها قريب عشان تعرف ان في لغو حتى في الرؤى في الشكل. لما اتصل قال له يا شيخ انا هل اكل البطريق لحم البطريق حلال ولا حرام؟ قال له سؤالك عجيب، قال له انا عاوز بس اعرف ارجوك قول لي هو لحم البطريق حلال ولا حرام؟ قال له طب انت مالك ومال البطريق؟ وبعدين البطريق ده في دولة الشمال، قال له مش من كتر البطريق اللي عندنا. نعم. فهو الشيخ لما زهق قال له طيب لو انت قابلت البطريق في الشارع ابقى كله. ما هو انت بتسيب الاشياء الاسس وتتعلق بديول بالهوامش. طب يعني التكوين اللي بقى في الشعب المصري ما كانش موجود قبل كده، ده سؤال ملوش علاقة يعني قوي. لا في لعبة من بره في رسائل ملغمة. يعني أنا ما كنت بتكلم عن الدراما التركية، يعني على آخر لقاء تلفزيوني التلفزيون المصري كنت بتكلم عن الدراما التركية، وكنت بقول كيف أن الدراما التركية هي دراما مقصودة وموجهة علشان الست العربية أو الست المصرية تعتقد أن الراجل بتاعها مقصر في حالها، وأن أخينا التاني ده اللي هو مهند ده قاعد تحت رجلين البنت طول النهار وما بيشتغلش، فيرسب في سن زي سن ألاء، بس ألاء واعية، ان ألاء ما يكون عندها 13 سنة وتبقى مراهقة وتقعد تشوف مسلسل 200 حلقة يتبعه مسلسل آخر 200 حلقة، خمس مسلسلات يكونوا يمثلوا في عمر ألاء خمس سنوات، فيجي لها قناعات ان هي هذه العلاقة الحقيقية، هم دول العلاقة الحقيقية، وان الحياة كده، وهو ده التعامل الطبيعي الرجل مع المرأة بالزبط. ده غير الدعاية اللي استغلوها للسياحة، وفعلا السياحة في تركيا بعد المسلسلات اتأثرت جدا بطريقة إيجابية، حتى الأحداث اللي فاتت تمام، هناك مهند جديد. فبناء على ده هي كأن هناك قناعات ان هو ده المفترض، لكن أبوها قاعد طول النهار في الشغل، أبوها غلطان. الست عينها الكنة مع عيالها، لا في حاجة غلط. هو ده ليه؟ هو ده ترسيخ رسائل ترسيخ بالضبط، متعمدة. ترسيخ مفاهيم علشان هي حضرتها هي الوسط ان بتوين ما بين العالم الأوروبي، الفكر الأوروبي والفكر العربي الإسلامي. فهي ده دورها، ده يبقى دورها، بقت هي مجندة لهذا الدور، انها تعمل هذا الخلل، فتبقى وفرت مجهود على أوروبا إنها تعمل خلل في عالمنا العربي، فتبدأ تجود قناعات إن هو ده المفترض تكون البيوت كده. لا البيوت مش كده، وأنا كنت عايش في أوروبا.
ده غير الرسائل. احنا بنتكلم هنا عن التركي السياحه طبعا. احنا لا، لو هنتكلم بقى على الافلام الامريكيه الاخرى والمسلسلات الامريكيه الاخرى اللي خلت جيل من الشباب يطلع بيحلم بامريكا والهجره لامريكا والسفر، يعني الرسائل مش جايه من بلد واحده يعني. كان في فيلم اسمه ستار جيت، في فيلم اسمه ستار جيت. ايوه ستار جيت انا شفته في روما. انا قعدت بعد ما اتفرجت على الفيلم اصحاب الطلاينة بيكلموني فرحانين قوي بانه فيلم عن مصر، فاتفقنا نقعد قعده، وقعدنا كيف يصنع. اولا الفيلم ده متصور في المغرب العربي، وما زال الشعب المصري بيلبس الترابيش اللي عمره ما لبسها، اللي هي الوطيه، الوطيه دي منخفضه. عاملين الجهل عباره عن حيوان بيجري في الصحراء وكل العرب بيجوا وراه، والامريكي المخلص ده لما مسك الولاعه كل عيال العرب اندهشت، ما هذا الاختراع، السم في العسل. احنا هنا قاعدين في الضرورة بتاعتنا نعمل الهرتلة ولا نرى الاخر. يعني احنا دلوقتي كأننا بنعيب على الاخر ان هو عنده اهداف ورسائل متعمدة موجهة ونجح في توصيلها، في حين ان لا هو مطلوب منا برضو. طيب انا هرجع لك مرة تانية، بس عايزة فاصل. نعم. مع شادي بقى. نعم مش طبعا. فصل خارجي. اغنية تانية مع شادي وارجع بعد كده للدكتور نبيل تاني. انت كنت بتقول لي ان في حاجة قريب حتى اللي هي الوطن. الوطن؟ نعم دي انا قلتها خلاص. لا قولها كاملة بقى. كاملة؟ انا طب لا، لو في حاجة جديدة قول. قلت جزء منها ممكن اقول الباقي عادي. طيب في حاجات بكلم عن المزيكا عموما، ان انا يعني طب انا اقولها اسهل. طيب انا كنت بقول المزيكا وصلتني للجنون، عقل مليان كلام يوزن الكون، كل ما اجي اغني الاقي لساني مسجون، احساس ملعون ملا جسمي بالسموم، عشت مدفون بحارب نفسي من الهموم والمشاكل كل يوم طلعتني من الهدوم، بنيت حلم مهدوم محبوس في كراكون، عايز يطلع للنجوم بره دايره السكون، خارج نطاق النوم اكون بالطاقه مشحون، كلماتي كل مره تهون وانا مش عايز اكون مظلوم، مع نفسي كنت موهوم مش عايز اكون مصدوم، كل يوم لنفسي مديون والمضمون ان اكون قدام الميكروفون بعيد عن العيون، حاله من عشق الجنون بتلعبني بالمزيكا وتكلمني لحد ما تدمني، اكتر شيء يبسطني انها جوه قلبي تعزف لي. ده جزء صغير منها. الله. بس مع مزيكا وغنى راب حاجه تانية خالص طبعا. ايه رايك يا الاء في الكلام ده؟ حلو. هو ساعات ما كتبها عجبتني جدا. بتقولي له دايما رايك في اللي بيكتبه في بيغنيه؟ طيب دكتور نبيل، يعني دايما المشاهدين بيركزوا مع في الاعمال الدراميه. نعم. سواء التلفزيون سواء سينما، نادرا ما بنركز في الديكور بقى، بس بقى مؤخرا عندنا. نعم. الوعي ده. نعم. عايزه تفكر المشاهدين باشهر الاعمال الدراميه اللي عملتها مؤخرا والديكور لعب فيها دور رئيسي. انا ميال للمسرح، بس انا يعني شاركت بلوحه كانت محوريه شويه، لما اتصل بي احد النجمات والسيد المحترم مؤلف وبشكره. بتتكلم على عمل في رمضان الاخير؟ تمام. ومهم، فكانت فرصه طيبه ان انا اروح اشوف صديقي العزيز خالد الصاوي يعني، وعملنا قعده شاي كده، شربنا شاي، وكان اتصلوا بي في موضوع معين خاص بجزئيه في السيناريو، فقلت لهم احكوها لي، فبعتوا له صورتين وبدات انا اشتغل، نزلت جبت الماتيريال وقلت لهم الفتره اللي عايزينها قد ايه، قالوا اسبوعين، قلت لهم لا سيبوا له بس اسبوع افكر، فقعدت فكرت افكر ازاي، فاخدت الداتا والمهم عملت اللوحه، وهي كانت اللوحه واحنا حتى بالمناسبه الله يرحمه اللي كان بيمثل دور الفنان استاذ سخاوي اللي توفى اول امبارح، هو اعتقد في الحلقه السابعه والثامنه حاجه كده، اللي هي اللوحه اللي هي بتشاور الرفاع على القفص، هي دي اللوحة الوحيدة اللي هي في المسلسل يعني. فهي كانت فرصة ان انا شفت خالد، وبعدين انا حتى وانا بعمل اللوحة لما هم ادوني المعطيات ودافنشي، فانا عملت بقى طبعا شغلي، ففي حاجة اسمها الطرد من الجنة، عمل ليوناردو دافنشي اللي هو حواء وادم في اخر خلاص على هينزلوا الارض، فالايد دي بتمثل شيء مهم جدا في لوحة الطرد من الجنة لدافنشي الحقيقي. فانا خدت هذه اللوحه وما حكى الاستاذ محمد وانها لابسه ساعه رجالي يعني في تلبس شخصيتين، فخدت انا الايد بتاعه الطرد من الجنه وكان لازم اعملها فلات وطويله عشان اعالج بيها العمق المنظوري لان اللوحه طويله، فتحس الصباع طالع كده طويل مضيء وبتبص على قفص،
وبعدين فيه الميزان، وحولنا الاستاذه ليلى اعتقد اسمها كارما حاجه كده مش فاكر، ان انا خدت الجزء بتاع موناليزا وعملنا عمليه تركيب، وانا دايما دي بشتغل. فكرتك ها؟ طبعا. اخذت منك قد ايه الفكره نفسها والرسم بقى العملي؟ الفكره خدت اسبوع والتنفيذ قعد 14 يوم، لان مشكله الزيت انك بياخد وقت. يعني انا اما اشتغل في اللوحه وتشغل عليها التكييف 3 ايام ما ينشفش، فهي اللوحه خدت حدود 18 يوم. بس انا بشتغل دايما بطريقه دولاب العمل، يعني لما اكون مضغوط مثلا اقول يا كذا هات التوال وهات اللوحه وابدا اعمل لي التجهيزات الاوليه. تمام. فالتجهيزات الاوليه اوزع لي كذا، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا، خد الفكر كذا، حط لي الاوت لاين، وبعدين انا اللي هبدا ارسم. ايوه خلاص. فساعات انا بعمل اللوحات بالذات اللي هي مرتبطه باعمال ما، ممكن انا اشغل دولاب العمل معايا، وانا مؤمن دايما ان انا اشتغل ثم اقدم معايا هو يبقى مكاني في يوم من الايام. يعني هي ما اشتغلنا شغل ومثلا ده الجيل بتاعكم. لازم 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 تاخد ده تحتضنه ثم تقدمه. أيوة. هو يبقى خلاص. طيب بتحس ان الدراما بتساعد في توصيل تعريفك بالجمهور، توصيل فنك للجمهور، حتى الكتب. نعم. الروايات، في روايات كتيره قوي. نعم. بدات مبيعاتها تزيد جدا بعد ما بتتحول لافلام. نعم نعم. بيحصل ده مع الفنان برضو او مهندس الديكور او الفنان التشكيلي؟ هقول لحضرتك حاجه، انا من النوع اللي هو يختار ببطء. انا كانت بتيجي عليا سنوات ان انا بشتغل 7-8 اعمال في السنه. انا من النوع اللي بشتغل ببطء، واشتغل ببطء يعني انا ما اعرفش اشتغل مع الرايجه. فكره الرايجه دي انا ما اعرفهاش. فكره اللي هو الشائع انا ما اعرفش فيه. فكره اللي هو المتداول الايام دي انا ما افهمش فيه، لان احنا بنشوف دراما. يعني انا حتى في الافلام، حتى في البيت يقول ايه ده اسماعيل ياسين، يقول روح موقف الفيلم وقعد متفرج على اسماعيل ياسين. انا مش بتفرج على سذاجه اسماعيل ياسين، انا بتفرج على عالم كان ده اقصى طاقه ممكن يعملوها دون افراط ودون تكرار ودون ملل. النهارده انا بدات اشوف اعمال، احنا عندنا طفره في الدراما التلفزيونيه هايله جدا، بس في بعض افكار مستهلكه، في وشوش انا اقعد بستغربها، في شخصيات فلات، ما هو زي اي نمط. زي الكوره، انا راجل ماليش في الكوره، وكل ما اشوف موضوع رياضه على التلفزيون اقلب. دي وجهه نظر، دي وجهه نظر، حتى بقول لا دي مهنه بلا عرق، او معنى اصح محصلتها ذاتيه. فما اجي اشوف الفن عشان نعي، الفن يوجه مجتمعات كامله، الفن ممكن ان يقلب مفاهيم كامله. العالم بيحاربنا بالفن. ايوه. الصور، بس الصور دون ان ندري شئنا ام ابينا ستصل الصور دي وتحقق اهدافها. النهارده الكلمه المكتوبه اثر، الشكل المرسوم اثر، لابد ان احنا نعلم من مدركات. وانا يمكن بقول النهارده حاجه مهمه جدا، المواد التربويه في الثانويه العامه لابد ان تضاف الى المجموع. المواد التربويه هي المواد الحقيقيه التي تختص بالانسان. المواد التربويه يعني ايه؟ تربيه دينيه لا تضاف لمجموع. تربيه دينيه بقى، تربيه هو انت بتقلل من شانها؟ لا، ما انا ممكن اقول لك كده، هل انت بتقلل من شانها؟ احنا محتاجين منظور ونظره مختلفه تماما للتعليم من اول وجديد، بالمناهج بكله. دي عايزه لها في حاجه حلقة مهمه قوي يا هانم، في كلمه واحده ثانيه. المجتمعات لا تتطور الا بالموهوبين، المجتمعات لا تتطور الا بالقدرات الخاصه. ايوه، القدرات الخاصه. المجتمعات تبحث عن قدرات التي في الانسان وتاخذها وتصعد منها وتبني بها وطن. وده اللي احنا كنا متعودين عليه زمان، ان المدرسه كانت بتقوم بالدور ده، المدرس يجي يشاور انت موهوب في كذا، كان يفرق بين الطلبه، مش بيبص لهم كلهم ك يعني باكج واحد. عموما جملتك دي يعني انا شايفاها احسن ختام. بشكرك دكتور نبيل حلوجي. شكرا ليك. شكرا ليك. بشكر الاء وشادي. شكرا ليكم. بالتوفيق، يا رب تحقق كل طموحاتك الكبيره اللي عايز تحققها انت والاء. بشكر مشاهدينا ايضا على متابعتهم لينا، والى اللقاء ان شاء الله في حلقه جديده وبيت العيد.